إلى الشأن الأوكراني الروسي الآن، فدفعة جديدة من مدافع هاوتسر في طريقها إلى أوكرانيا، بحيث نشرت وزارة الدفاع الأمريكية صورة لمدفع هاوتسر M777 يتم شحنه على متن طائرة متجهة إلى أوكرانيا. في المقابل أكد رئيس الوفد الروسي المفاوض في فيينا قسطنطين جافريلوف أن موسكو سترد بسرعة إذا تعرضت للقصف باستخدام أنظمة أسلحة بعيدة المدى، مشيرا بشكل خاص إلى إمدادات مدافع الهاوتسر بعيدة المدى والأنظمة الصاروخية من طراز هاي مارس. وأوضح المسؤول الروسي أن رد موسكو سيكون باتجاه مراكز اتخاذ القرار. كيف تنعكس هذه الإمدادات العسكرية الأمريكية على المعارك في أوكرانيا؟ معنا الآن من موسكو الباحث السياسي والعسكري سيرجي شاشكوف. سيد شاشكوف مساء الخير، مرحبا بك معنا من جديد في غرفة الأخبار. نتحدث عن مزيد من هذه الأسلحة، مزيد من هذه المدفعية بعيدة المدى الهاوتسر إلى آخره. هل أولا سيؤثر هذا الإمداد الجديد على سير المعارك في الميدان في أوكرانيا اليوم؟ مساء الخير. مساء الخير. بالتأكيد الأخبار الواردة حول دفعات جديدة لنقل التعزيزات العسكرية من الغرب إلى الجيش الأوكراني عبارة عن المرحلة الثانية لصب الزيت على النار. بداية تم تزويد الجيش الأوكراني بما تبقى من الأسلحة السوفيتية الصنع التي كانت مخزونة في ترسانة جيوش دول أوروبا الشرقية، وهي سابقا كانت أعضاء في حلف الورسو. الآن انتهت تلك الكميات ولو كانت هائلة، وتمت المرحلة الثانية وهي تزويد الجيش الأوكراني بأسلحة غربية بما فيها مدافع هاوزر ذاتية الحركة M9 وهاوزرات M37 ورجمات وغيرها من الأسلحة. هذا سوف لن تؤثر على سير المعركة وسوف لن تغير سياق المعركة. لماذا؟ لأن أولا النماذج الغربية للأسلحة حتى ولو كانت جديدة ومتطورة تحتاج لتدريب الكادر. تدريب الكادر هذا ما يقوم به الغرب حاليا في أراضي بولونيا والدنمارك وغيرها لدول الناتو، ولكن ليس من السهل تدريب جندي مدفعجي على طراز ما من السلاح خلال يوم يومين أو أسبوع حتى بس شهر. التدريب مستمر كما فهمنا سيد شاشكوف، لا أدري أين تحديدا، ولكن في الدول المجاورة تقوم الولايات المتحدة والحلفاء بتدريب القوات الأوكرانية. نعم. على استخدام هذه الأنظمة. نعم يتم التدريب وفي عدد واحد يتم نقل الأسلحة إلى أراضي أوكرانيا. ولقد وصلت إلى أوكرانيا ذوها 90 هاوزر M37 وعدد من مدافع هاوزر ذاتية الحركة M9 وغيرها، ولكن ما لاحظنا وقع جزء من تلك المعدات ضمن غنائم الحرب، والآن يقوم الخبراء الروس بدراسة تفاصيلها الفنية. والجزء الآخر أثبت بأنه فعاليتها أقل بكثير مما كان متوقع. وهناك علما بأن الصناعة الحربية الأوكرانية تم تدميرها تقريبا وليس لها قدرة على تصليح تلك المعدات. فبالتالي الجيش الأوكراني مجبر على نقل المعدات المصابة أو العاتلة إلى بولندا أو غيرها من دول حلف الناتو للتصليح. وهذا مشكلة كبيرة لوجستية بالإضافة إلى الذخائر الغربية طبعا تختلف عيارها عن الذخيرة الروسية. مثلا العيار الشرقي مثل ما يقال هو 52 مليم للمدفعية والعيار الغربي 155، يعني لا يمكن استخدام عتاد من سلاح إلى آخر. يعني هناك مشاكل متراكمة،
فبالتالي طيب. كل هذه المحاولات الغربية لا تؤثر نهائيا على سياق المعركة. مع ذلك سيد شاشكوف، أولا أوكرانيا تطلب مزيد من الأسلحة، والغرب واضح أنه حتى الآن على الأقل مستعد لإرسال المزيد. الأوكران يقولون يعني الأمل الوحيد لترجيح الكفة في الميدان هو الحصول على المزيد من هذه الأنظمة، من المدفعية تحديدا، لي يعني تعادل القوة النارية الضخمة التي تستخدمها روسيا. لماذا تقلل من شأن أثر هذه الأنظمة في حال تسلمتها أوكرانيا؟ هو بالفعل كيف تطلب بتزويدها بأكبر عدد ممكن ومن أحدث نوع ممكن من الأسلحة الغربية، ويطلبون بالمدرعات ورجمات وصواريخ مضادة للسفن الحربية ولآخره، ولكن الغرب يقدر هذه الطلبات باهتمام تحسبا لأي اشتباك مباشر بين روسيا والغرب. بالتالي رفضت ألمانيا تزويد الجيش الأوكراني بدبابات ليوبارد، ولذلك وافقت الولايات المتحدة على تزويد الجيش الأوكراني بصواريخ هربون مضادة للصواريخ، ولكن بشرط أن يكون ناقل تلك الصواريخ ليست من الولايات المتحدة، من الدنمارك. يعني كأن هذا وسيط وعلى أعتقد على كل ذلك تم تزويد الجيش الأوكراني بقاعدة إطلاق واحدة فقط من صواريخ هربون، ومن الواضح أنه قاعدة إطلاق واحد في ميناء أوديسا غير قادر على السيطرة على البحر الأسود بكامله. طيب فيما يتعلق بالمدفعية بعيدة المدى سيد شاشكوف، احتمالات أن يكون هناك استهداف للأراضي الروسية، هل هذا وارد برأيك؟ يعني بحسب ما فهمنا يعني الغرب يطلب تحديدا الولايات المتحدة بألا تستخدم هذه المعدات لقصف الأراضي الروسية، هل هذا احتمال وارد برأيك إذا ما تسلمتها؟ القيادة العسكرية الأمريكية طلبت من كييف عدم استخدام المدفعية الغربية والمدفعية الأمريكية الصنع على وجه الخصوص لقصف الأراضي الروسية، وتعهدت كييف بعدم استخدام تلك الأسلحة لهذه الأهداف، ولكن لا أحد يصدق لما تعهدت به كييف. لذلك كان هناك تعليقات شديدة اللهجة من كريملين بهذا الشأن، فالرئيس بوتين قال إنه في حالة تزويد الجيش الأوكراني بأسلحة طويلة المدى وقادرة على توجيه الضربات على الأراضي الروسية سوف نواجه ضربات على أهداف لم ضربناها بعد. يعني المرة قبل ذلك رئيس بوتين ذكر مراكز تصنيع القرار، اليوم يعني الآن هو استخدم عبارة أخرى، يعني حرفيا ما قاله في هذه الحالة سوف نواجه ضربات على أهداف لم ضربناها بعد. فكل طيب. واحد خليه يأخذ استنتاجه. طيب دعني أسألك في الوقت المتبقي سيد شاشكوف عن يعني سير بعض هذه المعارك الآن. سفيرة دونيتسك لا تزال يعني هي محور المواجهة، الرئيس زيلنسكي يقول إنها يعني تعتبر إلى حد بعيد المكان الذي سيتحدد فيه مصير الدونباس. إلى الجنوب معارك لافتة في خيرسون في زاباروجيا، يبدو أن القوات الأوكرانية تستعيد بعض المناطق، كيف نفسر هذا الأمر؟ معلوماتكم بعيدة كل البعد عن الحقيقة. بالنسبة لمدينة سيفيرودونيتسك، لقد صدر الأمر للقوات الأوكرانية بانسحابها بالكامل من تلك المنطقة تحسبا للمحاصرة والتدمير. يعني قبل يومين كان الجيش الروسي يستولي على 97% من مدينة سيفيرودونيتسك، وهذا ما جاء رسميا في تقرير رئاسة أركان الجيش. بالأمس صدر الأمر للجيش الأوكراني بالانسحاب، وكان هذا ليس مجرد انسحاب لكن الهروب، لأن كانت الوحدات الأوكرانية تنسحب تاركا للأسلحة الثقيلة والدبابات والدروع والآخرة، وكان هناك نهر سيفيرودونيتسك كان يعبروها عائما
باستخدام أي وسيلة مهما كانت. والآن المعارك انتقلت من مدينة سيفردونيتسك إلى منطقة جنوب غرب سيفردونيتسك، والمعارك الرئيسية الآن تجري في مدينة يعني في منطقة كراماتورسك. يعني التقدم واضح وملموس ولو بطيء، ولكن التقدم يوميا هذا ما نراه. شكرا جزيلا لك السيد سيرجي شاشكوف الباحث السياسي والعسكري، كان معنا من موسكو.